أنا هرجع مرة تانية الأستاذ محمد صلاح الزهار، إيه الأدوار اللي لا يمكن إنه الذكاء الاصطناعي يحل فيها محل العنصر البشري؟ زي ما الدكتورة قالت، هي ست قالت بشكل، وإن كان عندها تجربة، كل الأمور التي يمكن أن يسهم بها الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة حتى الآن، ربما التطور قدام ما نعرفش بقى، في خدمة الصحفي البشري أو العنصر البشري، هو الذي يطلب أمر ما. أنا عاوز مثلا أعمل مداخلة عن التطورات كأس العالم خلال 50 سنة اللي فاتوا، فممكن الذكاء الاصطناعي بدل ما أروح أرشيف أو أنا أعمل بحث يكلفني نص ساعة ساعة، لا هو مثلا يروح مديني إحصاء شديد الدقة عن مثلا كأس العالم في 50 سنة اللي فاتوا، وخد بيها وكم جون ومين الأول ومين الثاني. ولكن كيف يمكن لأي عقل اصطناعي أو ذكاء اصطناعي يستخدم هذه الداتا اللي أنا طلبتها؟ مش هيحصل، مش هيعرف. أنا اللي عارف، لأن أنا طالبها منه عشان أطلع وأنا بتكلم، أو أطلع وأنا بعمل تقرير، أو أطلع وأنا بقدم أو بناقش ضيف أو لأخره، هواجهه بمعلومة ما أو هضيف له معلومة أو لن أستخدمها أصلا. أنا بس تبقى عندي في الباك مايند. وبالتالي نرجع نقول إن الذكاء الاصطناعي زي ما أنا قلت في الأول، أنا بعتبره كصحفي صنايعي، هو أداة لمساعدتي في تطوير المنتج اللي قدامي، بحيث ان انا يبقى عندي قدرة على التطوير او تجويد المنتج اللي انا بقدمه ايا كان. اذا كنا بنحذر من تغلغل الذكاء الاصطناعي في العملية التحريرية داخل غرف الاخبار، ايه التطوير البديل اللي حضرتك شايفه في غرف الاخبار؟ هو التطوير بتاع الذكاء الاصطناعي بالمفهوم اللي انا افهمه ده مطلوب، بمعنى انه النهارده غرف الاخبار، وده الحقيقه انا عندي تجارب في كتير من المحطات الاخباريه الاقليميه، في حرص شديد على التطوير، على المواكبه. طبعا ربما يكون في مصر عندنا شويه التطور ده او المحاكاه دي شويه متاخره، ولكن الامل والدراسات طبعا اللي بتتكلم على الذكاء الاصطناعي واثره على العنصر البشري، هي الحقيقه دراسات انا بحترمها جدا، وده جهد علمي رائع، ولكنها دراسات اللي بتهدد او بتحذر من ان العنصر البشري قد يتوارى، خصوصا بعد ما ظهرت المذيع الروبوتس وظهر حاجات كتيره قوي. ممكن يقول لك المذيع يقعد في البيت ولا ما اعرفش ازاي، ده كلام علمي على راسنا، ولكن الدراسات دي هي دراسات استشرافيه في الاساس، لا تستطيع التنبؤ بنتيجه ما سوف تحدث خلال 10 سنوات، ولكن هو استقراء علمي او استباق علمي لما قد يحدث. المثير في الموضوع من وجهة نظري وليس تحيزا، انه العمل الدراسات دكاترة واساتذة وباحثين على قدر كبير من المهنية العلمية، ولكن ما عندهمش فكرة عن الناحية الصحفية، وبالتالي ادارتهم للبحث بيبقى ميال للعلم اكتر من الناحية الصحفية.